كلام الناس كل الأيام اللي فاتت عن قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال، وده بعد ما الكهرباء بقت بتقطع في أماكن معينة لمدة 3 ساعات، وطبعا ده اتسبب في قلق كبير للناس، خصوصا إن 3 ساعات في اليوم دي مدة كبيرة جدا، وغير إنه طبعا حصل تضارب في الكلام، كل شوية بنسمع كلام من هنا وكلام من هنا، انتشر إن ده كمان هيبقى الوضع الثابت خصوصا خلال الصيف، يعني اتقال إن ده هيكون مستمر معانا في الصيف. كلام تاني اتقال ان الكهرباء هتقطع 3 ساعات بس في الايام اللي درجة الحرارة فيها هتكون مرتفعة جدا، وبالتالي هيبقى في استهلاك كبير للكهرباء والطاقة بشكل عام، يعني لما درجة الحرارة ترتفع فالناس هتشغل تكييفات كتير او هنستخدم الطاقة كتير، فممكن يكون في قطع كهرباء كتير. وبرضه سمعنا ان مدة ال3 ساعات كان اجراء استثنائي بسبب صيانة بعض الشبكات. طب نعرف الحقيقة منين؟ حقيقة كل الكلام ده معانا على الدكتور، معانا على التليفون عفوا، دكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم، تحياتي. أهلا بحضرتك، تحياتي لحضرتك أكيد. يعني زي ما حضرتك عارف ومتابع زينا إنه في كلام متضارب، ولكن ناخد بقى الخلاصة والحقيقة من حضرتك. وطبعا يعني احنا كنا نشرنا أول امبارح بيان مشترك ما بين وزاره الكهرباء ووزاره البترول فيما يخص الاجراءات اللي تتطلبت اجراء بعض الصيانات الوقائيه عشان الحفاظ على الشبكه القوميه للغازات نتيجه زياده درجه الحراره وبعض اجراءات الصيانه. ده تطلب زياده تخفيف ساعه اضافيه. ده كان اول امس فقط. امبارح برضه نشرنا على طول بيان مشترك برضه عشان دكتور ايمن الشبكه شويه مش مظبوطه عند حضرتك. سامعاني كده؟ اه كده سامع حضرتك. فبقول لحضرتك امبارح نشرنا بيان للتاكيد على ان فعلا هو كان امر ورجع الموقف زي ما هو، يعني بمعنى كده ان هو ان التخفيف ساعه او ساعتين على اقصى تقدير، وما فيش اللي هو ال3 ساعات، ما فيش موضوع ال3 ساعات بشكل قاطع. مظبوط. ده كان اول امس فقط يعني، ورجع بقى الموقف زي اللي كنا مرتبينه من الساعه 3 لغايه الساعه 7، ما بين ساعه الى ساعتين، ده على مستوى الجمهوريه من 3 ل7 لمدة ساعة أو ساعتين. لمدة ساعة أو ساعتين. أيوة. ويمكن هو كل منطقة أو كل واحد عرف المواعيد بتاعت ولو زادت عن المواعيد اللي هو عارفها يبقى معناها إن هو في عطل. على طول بتتصل في الأعطال أو 121 وفي على طول بالفرقة الطوارئ بتتسجل في مكان العطل. دكتور أيمن الخط بيقطع عند حضرتك أو في هواء داخل في التليفون. طب لو حضرتك سمعني سؤالي التاني، هو النهاردة مثلا خط زايد وخط أكتوبر حصل فيه قطع للكهرباء من 8:30 ل11:30، دول 3 ساعات. احنا برضو نشرنا، حضرتك سمعني كده؟ اه سمع كده حضرتك كويس قوي. احنا نشرنا بيان الصبح برضو النهاردة علشان برضو من باب الشفافية وتوضيح المعلومات الصحيحة. أيوة. كان هناك احد الدوائر اللي بتغذي عدة مناطق من ضمنها منطقة بعض المناطق اللي موجودة في اكتوبر وفي الشيخ زايد. مظبوط. حصل هما دائرتين، الدائرة الاولانية كانت بيتم الصيانة ليها واثناء الصيانة وكان في يعني كان في اخر بقى الاجراءات الصيانة وكان بيتم الاعداد والاستكمال عشان يخش. الدائرة 2 خرجت نتيجة يعني عائق يعني دخل في مجال بتاع الدائرة الثانية ففصل الدائرة الثانية. ده على الفور على طول، ده كان الساعة تقريبا حوالي 8:40 يعني 9:45 تقريبا في الحدود ديت. وعلى طول تم توصيل الدائرة الأولانية اللي هي كانت تحت الصيانة وتم التوصيل على الدوائر اللي هي البديلة ورجعت الكهرباء بعد 3 ساعات. ورجعت، لا هي رجعت الكهرباء او التوصيل 9:10 بالظبط. لا دكتور دي كانت قطع عندنا، دكتور قطع عندنا من 8:30 ل11:30.
لا هي في بقى بتبدا الكهرباء بترجع بقى تدريجيا للمناطق، لان هي ديت ده خط 220 كيلو فولت يعني، فبالتالي بدات ترجع للمناطق تدريجيا يعني. هو اقل انقطاع كان حوالي 13 دقيقه، اكثر انقطاع كان حوالي في حدود ال 50 دقيقه او الساعه. ممكن كان بقى اللي هي الدوائر او الشبكات اللي هي في البعد المنخفض ممكن كان يبقى فيها بعض التوصيلات، علشان يعني التوصيل المفاجئ لكل الدوائر ممكن يحصل مشكله ثانيه. فبس الوضع بقى مستقر دلوقتي يعني. طب هل في يعني كده خلاص تم اصلاحها، ما فيش انقطاع بكره تاني في نفس الاوقات كده لا خلاص؟ لا لا، ده كان عطل، كان عطل مفاجئ يعني او طارئ. طب دكتور ايمن، في كلام كمان عن انه اخر السنه دي او قبل دخول الصيف، يعني قالوا الوقتين اللي هم مختلفين، هي يعني موضوع تخفيف الاحمال ده هينتهي تماما، دي برضو اشاعات ولا يعني في بيان او حاجه موثقه من عند حضراتكم؟ خليني اوضح لحضرتك النقطه دي مهمه جدا. يمكن هو الجميع طبعا يعني دوله رئيس الوزراء وجميع الوزراء يعني الجهات المعنيه سواء البترول او كهرباء، جميع الجهات المعنيه تعمل على ان هو ننتهي من موضوع التخفيف ده نهائيا. فان شاء الله متوقع ان شاء الله يعني مع نهايه هذا العام ان شاء الله يعني ننتهي من موضوع تخفيف الاحمال دوت، وترجع بقى التغذيه الكهربائيه واستقرارها كعهدها قبل موضوع التخفيف ده ان شاء الله. بنامل زي يعني مع نهايه يعني دوله رئيس الوزراء يعني اكد واوضح، والجميع بيعمل على كده يعني. ان شاء الله قبل نهايه العام يكون الوضع استقر والدنيا تبقى افضل ان شاء الله. نتمنى ذلك وبنشكر حضرتك. شكرا جزيلا دكتور ايمن حمزه المتحدث الرسمي باسم وزاره الكهرباء، شكرا لحضرتك. والحقيقه دكتور ايمن دايما يجيب الكلام المختصر المفيد بدون ما نتوه، 1+1=2 مش بيساوي 3. النبي يا مدام هموت لو ما قلتش في الحر ده درجه الحراره بره 41، خشي قطعي لك حتتين بطيخ كده وشيلي منهم البذر للراجل الغلبان اللي قاعد بره في الصاله او اللي لسه جاي من الشغل بسرعه كده. لو بتعملي مش هياخد منك دقيقه، قطعي حتتين بطيخ وشيلي البذر عشان ياكل على طول، يشفطها البذر ما يقفش في زوره ولا في بقه. يرضى عليكي ربنا حبيبتي.